مختار الجماعي محامي في هيئة الدفاع في ملف التسفير. الآن سي الجماعي موجود معنا، بما أنه سمير ديلو اللي كان من المفروض يكون موجود معنا تخلى التحقيق إلى جانب وزير الشؤون الدينية الأسبق سي نور الدين الخادمي، ولذا موجود معنا سي الجماعي. سي مختار مرحبا بك، شكرا لك اللي موجود معنا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تقرر فتح بحث تحقيقي في ملف التسفير، وكان واضح الآن أنه سي مختار قلت أنت أنه أعداد المشمولين في ملف التسفير إلى بؤر التوتر من قيادات حركة النهضة، اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح بحث تحقيقي في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وتعهد قاضي تحقيق بالقطب لتنتقل إليه جميع الصلاحيات المتعلقة بالملف. هذا شيء غير، سمحني سي مختار، لو كنت تفسر شوية للسادة المستمعين. أولا قبل ذلك خليني نصلح بعض الأخطاء الواردة في التقديم للسؤال، وهي أخطاء مادية طبعا. أي أولا العدد كان عددا ضخما جدا، يتجاوز قيادة النهضة، يتجاوز حتى أحزاب أخرى، شخصيات تحملت مسؤوليتها في الدولة في مستويات رفيعة. 161 شخص، العدد يتجاوز ذلك بكثير جدا، أضعاف وأضعاف الأضعاف. مش نقول على العدد، ولكنه أقول جيدا أضعاف أضعاف الأضعاف. يشمل العديد الأشخاص من تيارات مختلفة. من الآن بتعهيد قاضي التحقيق بالملف ترفع النيابة العمومية يدها عنه. هذه النيابة العمومية التي أذنت بفتح البحث هي سلطة إحالة بالطبيعة، تنقل جميع سلطاتها من سماعات وإجراء اختبارات وأبحاث وتوصلا حتى إلى إصدار بطاقات قضائية إن لزم الأمر. ولكن نعتقد لهذه مسألة نظرية، الملف خلو من وسائل إثبات قوية دالة، رغم اللي البحث البداية فتح له المجال الواسع لدى المرفق العام القضائي والإدارات العمومية وغير ذلك، ولكن ما نحسوش اللي ثم وسائل إثبات صحيحة تأكد التهمة اللي مفتوح من أجل هذا البحث. مثال شلماتر، إذا كان خلي نفهمه مع بعضنا ساعة وبعد يعمل ربي دليل. اليوم صحيح اللي أنت تقول لي فما المئات والمئات، لكن أنا اليوم قاعد نحكي مع هيئة الدفاع عن المشبوه فيهم في هذا الملف اللي خاصين بحركة النهضة. هيئة الدفاع قدش من شخص؟ اولا راه خلينا نزيد ناكد اللي راه التفرقه منهجيا نهضه وغير نهضه لا تستقيم بالنسبه لي. لكن انتم عملتوها وقت اللي عملتوا هيئه الدفاع، يا اخي انا عملتها متر كي عملتوا هيئه الدفاع على شكون؟ على شكون؟ سمينا هيئه الدفاع المشمولين بهذا البحث، وثم تقاطعات تخليني حتى اذا كان نحط انه بشخص معين فبالضروره يلزم في تقاطع مع مصلحه شخص اخر، بالتالي مساله التفرقه انا راه انا محامي من سياسي، اذا التفرقه منهجيا الى نهضه وغير نهضه اعتقد انها لا تستقيم، لانه ثم مشتبه فيهم مثلا نجم قسمه. هو مش كلامي راه متر مش كلامي، هذا كلام قلته اليوم انت في محيط مقر القطب القضائي بالعاصمه، وقت اللي قلت انه الهيئه صحيح نجم تكون على المشمولين الكل، لكن فيما يخص حركه النهضه تكلمت على 15 شخص انت قلته، مش انا راه متر. انا واثق وفي وعي تام بالتصريح نتاع الاول، ما قلت لنهضه لا غير نهضه، لاني اصلا لا اقسم هذا، ولكن خلينا نتجاوز النقطه هذه. تو المشمولين من عديد التيارات، صدقني حتى تيارات بعيده كل البعد ايديولوجيا على النهضه، ثم امنيين، ثم مدنيين، ثم اشخاص عاديين، ثم نساء، ثم رجال، ثم موقوفين، ثم اللي في حاله تقديم، وثم حتى في حاله سراح ممن لم يقع سماعهم لدى بحث البداية. اليوم قاضي التحقيق له كل السلطات في البحث والتقصي، وعندنا ثقة كبيرة في أن يتوصل الحقيقة. اليوم شنو تفسيركم للإبقاء على كل من راشد الغنوشي والحبيب اللوس في حالة سراح والاحتفاظ في المقابل بعلي العريث؟ هو سلطة تقديرية مطلقة للنيابة العمومية،
رأت إمكانية إيقاف هذا وترك سبيل ذاك، قررت النيابة العمومية لا تعلل، بالعكس نحن لما نطلب حتى في ملاحظات نطلب إبقاء الجميع في حالة سراح. النيابة العمومية رأت إبقاء هذا وترك ذاك، لها مطلق السلطة، هذا تسأل عنه النيابة العمومية لماذا أبقت السيد الغنوشي ودكتور العفاس ودكتور نور الدين الخادمي في حالة وحطت المؤسسة علي العريض أو عبد الكريم أو البلدي في حالة احتفاظ. وفي النهاية هو الاحتفاظ لا يعزز قرينة الإدانة، ينجم اليوم ينتهي أجل الاحتفاظ، انتهت اليوم، فالكرة عند قاضي التحقيق باش يقرر المآل. هو لا يعزز، لكن ساعات قد يتم اعتباره عند البعض أنه التهم الممكنة تكون أثقل وقت يصير الاحتفاظ، بما أنه الاحتفاظ الغاية منه أنه تقريبا المشبوه فيه ما يحكيش مع الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت يكون هات نقوله غير قادر على الفرار. هذا اللي يصير ولا لا ولا غلط؟ لا، أنا أول لسه من المهنة هذا البعض، ولكن أحيانا حتى الاحتفاظ ينجم يكون فيه مصلحة للمتهم، لأنك صحيح. تعرف أن الاحتفاظ ينجم تكون مصلحة المتهم وحتى لمصلحة البحث. صحيح. اليوم هو عموما كنا نعتقده نعتقده أولا حتى بالنسبة للمدة الزمنية 48 ساعة أو حتى حضور السيد العريض للسماع، معناتها كانت من الحقيقة لم يكن مبررا منطقا بما فيه الكفاية القرار هذا، وكان بالتزايد. اليوم هاو عند قضية التحقيق ونشوفوا قضية التحقيق شنو باش يعمل. اليوم الاستدعاءات هذه جات بأي صفة للمناوبين نتاعكم؟ صفة الحزبية أما صفة الحكومية؟ علي العريض مثلا اللي هو نائب رئيس حركة النهضة لكن كان وزير داخلية ورئيس حكومة سابق، بلا صفة جات في الاستدعاء موجودة يستدعى بالشبهة السيد علي العريض، ولم تحدد صفته في ذلك، وحتى نوعية الأسئلة التي وجدته برا مش مشكلة، نحن نخرق جزئيا واجب التحفظ، كانت بصفته الإنسانية وبصفته الفكرية والتاريخية وصفته الحكومية وصفته الحزبية. المسألة متنوعة، المسألة متنوعة، لكن يمكن ياسر وقت اللي يصير بالاسم هذا يعني ويشمل كل التجربة وكل المسؤوليات هكا ولا شنو رأيك؟ أنا ما أعتقد ذلك، لأن إذا كان المتهمة هي حركة النهضة ثم مكتب سياسي وثم مجلس شورى ويجيبوا منه، إذا كان المتهمة هي الحكومة ثم وزراء داخلية وأخرين من غير علي العريض وفي حكومة التوافق وما إليه واللي صارت فيها التسفير، وحتى إذا كان نحكوا على المسؤولية الحكومية فإنه التسفير هذا إلى العراق وإلى غير العراق تم حتى في عهد الرئيس بن علي إلى سوريا. لا كيف نفس الظروف اللي مرت بها سوريا نفس الظروف مرت بها، اذا كان في الصفه الحزبيه او في الصفه الحكوميه او حتى وزير الداخليه اللي في عهد بن علي استدعي لسماع مساله التسفير في الى العراق، ولا بن علي بيدو كان جاي موجود في تونس وحي رحمه الله. الان سي مختار الجماعي تحدثوا على مشكل يهم المحامين وحضورهم في البدايه والإنابة المتمبرة وغيره وغيره، هل تم تجاوز هذا الإشكال؟ تحضروا مع مناوبيكم قاعدين؟ هو راه حتى تجاوزناه الإشكال هذا وتجاوزناه، تقريبا حضرنا معهم جميعهم إلا من استثني في 48 ساعة اللي مخولة للنيابة العمومية باش تمنع بعد الاحتفاظ، حتى إذا كان فإن تجاوزناها المسألة هذيك وحضرنا مع مناوبينا وتمكننا من الاطلاع على بعض الأجزاء، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة ثم حاجتين، الحاجة الأولى بربي ما أحوجه بها في البداية لفتح مواجهة مع المحامين ومنعهم من الحضور، أو حضورنا مع ذي الشبهة يتجاوز النيابة ويتجاوز الباحث ويتجاوز حتى المحامي في حد ذاته، معناتها مسألة قضية مؤسسة على القانون بحكم القانون، إذا ما أحوجك كباحث بداية أن تعمل هالاختطاف وتركه بعد الإذن للمحامين باش يدخلوا وقدم على نيادتك في الشارع، هي نعتقد اللي هي مناورة من باب التزايد، بالعكس يمكن في الملف هذا تزيد تغذي حاجات خايبة فيه، ولكن تجاوزناها في النهاية. النقطة الثانية هي مسألة الاطلاع، وأقولها صراحة أن منعنا من الاطلاع على كثير من السماعات منعا، وطلبناها وسجلنا هذا في ملحوظاتنا على الفكرة الكتابية، على فكرة لم نمكن من ذلك، القرار هذا صادر عن النيابة ولا صادر بحث البداية
لا نعرف أقصى ما يمكن للمحامي أن يسجل الملاحظة هذه اللي ما تمكنش. الحاجة الثالثة والأخيرة هي مسألة حضور السيد راشد الغنوشي. السيد راشد الغنوشي دعي للحضور عند الساعة الواحدة، حضر الواحدة إلى الربع، ومن الواحدة إلى الربع إلى ساعة متأخرة من الليل. وهو شيء في النهاية رغم ما وقفنا من السيد راشد سواء كنا معه أو ضده، 81 سنة من العمر، يعاني أمراض صدقني معناتها على كرسي طيلة 12 ساعة، وكنا طلبنا من النيابة مرارا وتكرارا باش تسمح له بالمغادرة والرجوع عند الطلب، منعت من ذلك. المسألة الإجرائية اللي تمسكنا بها هي دخول تاريخ 20 سبتمبر بعد انتصاف الليل اللي تمسكنا إن منوبنا دعية ليوم 19، فلا يمكن أن يقع سماعه يوم 20 بدون استدعاء، ودخلنا المدخل الإجرائي باش نمكنه من السيد راشد الغنوشي من المغادرة وللراحة. غدوة في الاستدعاء جاب الوقت، بل يمكن قبل حتى الوقت بكثير. إيه لكن هذا تعرف سي مختار، راهو عند التوانسة الحقيقة سي مختار، معناها تو نحكي مع المحامي ونحكي زادة مع المواطن التونسي، راهو معناها المواطن التونسي يقول لك كلنا نتمرمدوا، معناها باش يتمرمد سي راشد ولا مش باش يتمرمد في نهاية حياته 81 سنة وربي يطول في أنفاسه، لكن يقول لك كيما التوانسة الكل يا سي مختار، فما إجراءات مشى للبحث باش يتم استماعه، ما تمش الاستماع عليه إلى حدود ساعة متأخرة من الليل، قمتوا أنتم بالإجراء القانوني وتجاوب معكم القضاء وكهو، ما شنو المشكل فيه؟ خلينا نقوله أولا أنه هذه صورة من صور التعذيب، مقصودة غير مقصودة، ما نحكوش على هذا، لأن هذا نوع من التعذيب النفسي، ولكن نعتقد اللي هو ما هو شيء قدر مقدر أنك باش تمشي المركز يلزمك تبقى 12 ساعة على كرسي. الحل الاحتياطي كان موجود وثابت، وقلنا يغادر وقت السماع يجي، وبالفعل موضوع هاو جاي. علاش هو يغادر مواطن اخر؟ لا يا سي مختار، شنو لي؟ لا ابدا يا اخي، انت ما تعرفش سي مختار شنو وضعيات الايقاف في تونس، وشنو الوضعيات في بوشوشه، وشنو الوضعيات في معناتها، بهذا باش يعطي انطباع انه على راسه ريشه سي راشد الغنوشي، وهذا الحقيقه ما عند فما حتى قابليه ممكنه لذلك. نجاوبك إجابة قانونية ومش نطولوا فيها. هي راهو الاستدعاء عادة بنص القانون يجب أن يحتوي التاريخ يوما شهر سنة وشهرا ويوما وساعة. الساعة هذيك علاش؟ باش توفر الجو الملائم للشخص شقه استماع إليه. وأي مواطن إذا كان يطول أكثر من الساعات بمغالاة من شأنه أن يطلب تأخير الجواب، لأنه هذا نوع من الهرسلة والتعذيب النفسي. ولكن في الآخر خلينا نتجاوز ونتقدم بالنقاش. السيد راشد سمح له بالمغادرة ويعطي الصحة للمحامين اللي دخلوا مدخل إجرائي، ومن غدوة السيد راشد حضر في التوقيت المناسب له ووقع سماعه حتى إلى ساعة متأخرة من الليل وانتهى الأمر. اتجاوزوها إذا اليوم إجرائيا في الاستماعات مثلا علي العريض قديش تم الاستماع له؟ 14 ساعة. هذا قانوني كليا سي مختار هكا ولا يجوز لباحث البداية أو للنيابة العمومية أو لقضاء التحقيق أن يستنطق الشخص في مدة غير محددة؟ غير محددة 14 20 هو حر. هذا هو الآن سي مختار، في علاقة بالملف، هل تعتبر أنه قد يتسع وتتسع رقعة البحث والاستماع والاستماعات الأولية؟ مثلا سي نور الدين البحيري معني بهذا الملف في استدعاء يبدو أن موجود عن قريب؟ قلنا البحث يشمل عشرات العشرات المئات، قلنا المئات المضاعفة، دون كل شيء وارد. بالضبط به. مسألة توسيع نطاق البحث، لا أعتقد أنه ما زال شخص ما تجبدش في البحث هذا، لا أعتقد حتى من باب معناتها الدعابة بدأنا فريق المحامين وغيره نبحث عن أسمائنا في تلك القائمة. صحيح السيد نور الدين وغيره ونشر على الإعلام وما يخرج عن واجب التحفظ، اسمه موجود في البحث هذا، ولكن ما اكتر من الناحية الإجرائية صفتك كمحامي لا تسمح بسماعهم ترى بحث بداية، وهذا يخص مسمى العماد، ولكن سيقع استدعاء أمام التحقيق وسيمثل وسيعبر. اليوم بصفة عامة سي مختار، هذا الملف كيف تنظرون لمستقبله القريب والبعيد؟ شنو اللي قاعد يصير الآن؟ الغربال قاعد يخدم، ومن بعد سيتم الاحتفاظ بمن عليهم شبهات ثقيلة وتوجيه تهم، وفما ناس باش تخرج تمشي تروح على رواحها، هكا يتطور الدوسي.
كل ملف مهما كانت طبيعته أي. هذا ما قاله أن يحتفظ أن يقع إصدار بطاقة إيداع في من اشتدت في من تظافرت من أجل التهمة أو نحو ذلك أو فما شكون باش يصرح فما شكون يمشي بحالة صراع فما شكون يحال أو فما شكون يحفظ في حقه. الآن نعتقد أن الملف هذا السياسي بامتياز وكيف تسرب لأن تعودنا أنه أحيانا تسرب الجذاذات التتبع تسرب من أي طرف من الأطراف وتطلعوا على أسماء ستفاجئونا بالرسمي ستفاجئون بالتالي نعتقد اللي أسماء داخل الإدارة أسماء داخل الأحزاب أسماء داخل القيادة والسلطة التنفيذية أسماء نتفاجئ بشنو أسماء إدارية أسماء إدارية. أمنية أسماء سياسية تبوأت أعلى المراتب في الدولة. يبقى أعتقد أن الملف هذا وكنت صرحت هذا سابقا أنه رغم أنه باح في البداية والنيابة العمومية باعتبارها سلطة تتبع وسلطة إحالة فإنها سلطة تتبع في هذا فإن جميع الخزائن كانت مفتوحة أمامها الخزانة الأمنية الخزانة الإدارية الخزانة جميع الخزائن ولكن ومع ذلك لم تستطع إيجاد قرائن وأدلة ثابتة يمكن أن تنسب أي فعل لمجموع المحالين. سمعت فيديوهات هك كلمت فلين هك مشيت لفلين هك حكيت مع فلين هاو الوقت الفلاني تكلمت هك أدرت الإدارة بالشكل كذا هاو رقيت فلين. بالتالي هذه كلها مسائل راهو اللي 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 ملف كما او موضوع ما نقولش ملف موضوع كما موضوع هذا اللي كان طيلة 10 سنوات موضوع كبير ياسر راهو نحبوا نعالجوه قضائيا اللي فيه خدمه وفيه وسائل اثبات وفيه عمل ماهوش على الصوره التي ظهر بها الان. انا نعتقد اللي السلطه القضائيه اليوم وفرت مناسبه مهمة للمهمة لتعاطي مع الملف وفرت لهم فرصة لكي يدحضوا التهمة وليكسروا هذا الحشد. أنا نعتقد هذا على ثقة في العدالة التونسية هتنشوف الآن والقضاء التونسي هتنشوف الآن حقيقة الملفات. سننتظر كما قال عضو هيئة الدفاع سي مختار الجماعي التهم وسننتظر من سيتم إحالته ومن بعد نتفاعل مع الملفات ملفا ملفا وكما قال هو ممكن ياسر تكون فرصة للبعض أنه يثبت براءته وأنه تم إدانة من يجب إدانتهم.